جنودهما منهم ما كانوا يحذرون نزداد إيمانا كل يوم بأننا نمثل هذا الحق ونزداد قناعة كل يوم بأن أعداءنا يمثلون تمام الباطل وبالتالي واهمون إن ظنوا أننا سنستكين أو نخضع. ما الذي فعله محمود عارضة ومحمد عارضة وزكريا زبيدي وأيهم كممجي ويعقوب قادري ومناضل انفعال؟ ما الذي فعلوا؟ فقط هم حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم، عن آبائهم وأمهاتهم، عن الأطفال، عن هذه الأرض المقدسة. الرسالة التي تخرج اليوم من غزة، من القدس، من الضفة، كل مدن الضفة تقريبا، هي رسالة إسناد لأسرانا الأبطال الذين تحاول إسرائيل أن تستفرد بهم كردة فعل غبية وعنصرية ضد الأسرى في كل مواقع الصهيون. هذا الإحباط الكبير الذي تحاول إسرائيل أن تتجاوزه لا يمكن أن تتجاوزه. عندما خرج هؤلاء الأبطال على فتحة النفق كانت الرسالة واضحة لكل العالم أن هذا كيان هش وأن الإرادة هي أساس هذه المعركة. نحن نعلن اليوم رسالة إسناد ونقول للعدو الصهيوني نعرف كيف نحمي أسرانا وكيف نساندهم. الآن الرسالة خرجت، ومهما كانت النتيجة وصلت رسالة هؤلاء الستة الأحرار مهما كانت النتيجة. ونحن نذكر إسرائيل إن شاء الله في ما حدث في غزة في الانتفاضة الأولى، وجنين الآن تغلي، وإن شاء الله جنين ستلقن هذا العدو درسا كبيرا. لأول ما منذ سنوات طويلة تتدخل وحدات ما يسمى بالنخبة داخل هذا العدو الصهيوني وقوات ما يسمى بحرس الحدود للاعتداء على الأصالة الأبطال. الهدف من ذلك هو بوضوح محاولة التغطية على هذه العملية البطولية التي كشفت أن هذا العدو هو أهون من بيت العنكبوت. يأتي هذا التجمع الحاشد أمام المؤسسة الدولية، مؤسسة الصليب الأحمر، لنقول أنه آن الأوان لأن تتحمل هذه المؤسسة الدولية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه أسرانا البواسل من أجل رفع الظلم عنهم داخل بسيلات العدو، ومن أجل أن تدافع عنهم، من أجل أن يعودوا إلى ديارهم ويتنسوا الحرية إسوة بكل أبناء الأمة. لذلك على المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكافة المؤسسات أن تنتصر لهؤلاء الأبطال. اللهم إن أعداءنا قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم كن مع إخواننا الأسرى بعينك التي لا تنام. وقف في وجه الطغيان وقاوم برعايتك، واحرسهم بعينك من الدعاة إلى دينك والهداة إلى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
في هذا اليوم المبارك وفي هذه الصلاة الجامعة هنا في هذا المكان الذي له رمزية معينة لدى الشعب الفلسطيني الصليب الأحمر، هي رسالة المقاومة، رسالة الجهاد، رسالة المناضلين، رسالة الأبطال، أن هؤلاء الأبطال سيبقوا في سويداء قلوبنا، سنحافظ عليهم بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو عهد الشهداء، هذا هو عهد الأسرة، هذا هو عهد القدس، أن نحافظ على هذه الثوابت وعلى رأس هذه الثوابت هؤلاء الأبطال. نحن على موعد قريب بإذن الله سبحانه وتعالى في صفقة وفاء أحرار جديدة، لابد أن يخرج هؤلاء الأبطال من سجونهم، لابد أن تبيض السجون. أما إلى أهلنا في الضفة الغربية أن نقول احموا هؤلاء الأبطال بصدوركم، بقلوبكم، بقبضات أيديكم، بسلاحكم. هؤلاء الأبطال كنز ثمين، لا يمكن بأي حال أن نفرط بهؤلاء الأبطال. في حال لا سمح الله تمكن هذا العدو من هؤلاء الأبطال، أعتقد سيكون المقاومة وستكون الغرفة المشتركة وسيكون للشعب الفلسطيني وقفة مع هؤلاء الأبطال.